فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أعيش في بلاد الكفار، والحكومة تأخذ من راتبي قسطا من المال رغما عني، وتسمي ذلك زكاة على الراتب، هل يجوز لي أن أتحيل لكي لا يؤخذ مني هذا المال؟ نعم، إذا أمكنك أن تحافظ على مالك ما في بس. نعم، لأنه أخذ بغير حق. إذا عملت عملا ينجيك من هذا الشيء، نعم، هذا حفظ للمال.